مشاهدينا متابعينا الاعزاء، سعد الله مساكم بكل خير ومحبه الله. ينطلق الشوط الثامن الخاص للقعدان من مسافه 6 كيلومترات نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه. نبدا مع البدايه مع اول المراكز، هنا الفارس لهجن الشحانيه والمشاق محمد بن خالد العطيه يقدم لنا الفارس مع اول الاسماء واول الانطلاقات. ثاني المراكز من الجانب الاخر، يتسلل هناك القادم والمنطلق غير هناك متوكل لهجن الشحانيه، فاران بن محمد بن قريع يقدم لنا متوكل الصامل على البدايه. ثانيا الفارس بشعار هجن الشحانية مع المشاقب محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز، وصل القادم الريان لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع المري. رابع المراكز، القادم والمتسلل من الجانب الاخر، وصل هملول لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وخليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك. خامس المراكز، متقدم هنا المنتوب لهجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل، يتقدم البرنس مع خامس المراكز مع المنتوب. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه في دائره النداء والاذاعه. ولنا عوده مع اول المراكز ومن يقود هذه الاسماء وهذه المسيره الاصيله المنطلقه على ارضيه ميدان الشحانيه. هناك متوكل على البدايه، متوكل لهجن الشحانيه فاران بن محمد بن قريع، يتواجد في عمليه التضمير مع متوكل مع اول الاسماء. ثاني المراكز، قادم الفارس لهجن الشحانية والمشاقب محمد بن خالد العطية يقدم لنا الفارس مع مركز الوصافة. ثالث المراكز، الريان لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع يقدم لنا الريان على قناة الريان الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا المساء. رابع المراكز، وصل مشكور لهجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي مع رابع المراكز مع مشكور. خامس الانطلاقات، واختتم به النداء، هملول لسعادة الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم بن محمد آل ثاني، وفي عملية التضمير خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك مع خامس المراكز، يتواجد مع هملول. ها هو نداءنا الثاني مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المنطلقه والمندفعه في دائره النداء والاذاعه. وهناك اسماء وشعارات لم يحن موعد دخولها، نترقبها في الامتار القادمه هناك عند الكيلومتر الاخير، عندما تبدا درجه حراره هذا الشوط ترتفع، وعندما تبدا الاوامر من قبل المضمرين لهذه الاصايل المندفعه والمنطلقه على أرضية ميدان الشحانية. البداية والمقدمة، متوكل على الصدارة، متوكل على الانطلاق الأول لهجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع، يتابع لنا الصامل متوكل على الصدارة بشعار هجن الشحانية. ومنتصف المسافة 3 كيلومترات أنقضت، ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة فيها تغيرات من قبل هذه الأسماء. ثاني المراكز، وصل الريان من يحتل مركز الوصافة لهجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع، يتقدم مع ثانية الأسماء الريان يساند هناك متوكل على الصدارة لهجن الشحانية. وبمتابعة الصامل فاران بن قريع يتقدم فاران بن محمد بن قريع المري. ثالث المراكز، مشكور هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي مع ثالث الأسماء. رابع المراكز،
وصل الفارس لهجن الشحانية والمشاق محمد بن خالد العطية مع رابع المراكز. المشاقب يراقب لنا الفارس من يحتل رابع الأسماء. خامس انطلاقات وصل هملول من الجانب الآخر لسعادة شيخ محمد بن ناصر بن جاسم الثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك في عملية التضمير مع خامس المراكز مع هملول. لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن الأسماء بدأت بالاغتراب التي في الخلف بدأت هنا نحو الخمسة المراكز المتصدرة هناك في دائرة النداء والإذاعة، ولكن متوكل على البداية من بداية الانطلاق وهو على الصدارة لهجن الشحانية. فاران بن محمد بن حمد بن قريع يقدم متوكل مع البداية، وثاني الأسماء بدأ يتسلل مشكور لهجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء القادم مع ثالث المراكز الريال لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن حمد بن قريع يقدم لنا الريان مع ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل هملول لسعد شيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني خليفة بن عبد الرحمن آل عبد الملك. وخامس المراكز وصل دخان، أول نداء وأول إذا على دخان غادم من الصفوف الخلفية بدأ بالانطلاق نحو الخمسة المراكز المتقدمة. إدخال لهجن الشحانية المشاقب محمد بن خالد العطية، يتقدم المشاقب مع خامس المراكز. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى المثلث الذهبي، هناك على أول السطر، هناك على رأس حربة هذا الشوط، هناك مشكور على البداية على الانطلاق الأول، مشكور لهجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي مع أول الانطلاقات وأول التحديات. ثاني المراكز وصل الريان لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن حمد بن قريع المري مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز متوكل لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع. خامس المراكز وصل القادم أو رابع الأسماء غادم هنا دخان هجن الشحانية محمد بن خالد العطية. وخامس المراكز القادم منادي لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع. ولكن أجواء الكيلو متر الأخير والخطير، الله الله، مشكور على البداية، مشكور على المقدمة. هجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي يتقدم مع مشكور. ثاني الأسماء الريان هجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع. ثالث المراكز إدخان لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية، بدأ يتسلل إدخان من مركز إلى مركز وعينه على الصدارة، عينه على البداية، تسلل استلم زمام الأمور. إدخان لهجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية، بدأ بالانطلاق. إدخان لهجن الشحانية المشاق محمد بن خالد العطية. مشكور يا أبو خالد على هذا الأداء الذي يقدم لنا إدخان بشعار هجن الشحانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللمشاق محمد بن خالد العطية. والنقطة الرابعة تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز دخان، ونهني المشاقب محمد بن خالد العطية على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثاني المراكز وصل هنا مشكور لهجن المرقاب خميس بن سعيد بن صالح الزرعي. ثالث المراكز وصل سياف لهجن الشحانية، فاران بن محمد بن قريع. ورابع المراكز وصل الريان لهجن الشحانية مع فاران بن محمد بن قريع. وخامس المراكز وصل منادي لهجن الشحانية مع فاران بن محمد بن قريع. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز إدخان. والتوقيت الزمني ولحظة وصوله إلى خط النهاية 9:43 و38 جزء من الثاني. تهن الناموس لهجن الشحاني، ونهني محمد بن خالد العطية. ثاني المراكز وصل مشكور لهجن المرقاب
9 دقائق 45 ثانية و26 جزءا من الثانية. تهانين والناموس لهجن المرقاب ونهني خميس بن سعيد بن صالح الزرعي ثالث المراكز حضراء. حضراء مع ثالث المراكز سياف لهجن الشحانية 9 دقائق 50 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانين والناموس لهجن الشحانية ونهني فاران بن محمد بن قريع المري. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس للجميع. تتواصل التحديات والانطلاقات.